فاكهة اشتهرت بريحتها الحلوة غنية بالألياف والفيتامين سي. شيف جوزيف اليوم رح يعلمنا كيف نحضر أطباق صحية من فاكهة الجوافة. شيف، جوافة ولا جوافة؟ هلا هي جوافة بتنكتب جيو وبتعرفي بالعربي بتنكتب بالجيم فجوافة بالعربي بس هي الكلمة جوافة. اوكي. فواكه تروبيكال بتيجي من بلشت بمكسيكو اكيد انتشرت بكل البلدان. مصر من اكبر منتجين بالجوافة. هلا يعني بكل العالم بتلاقي جوافة، في منها الوان حلو، في هي سبع انواع بس منها لونين، اللي بيجي لونه اخضر من جوا ابيض اما هيك اصفر هلا مستويه من جوا ابيض، اما اللون بيجي من جوا مثل احمر على زهر. وريحتها كانه كثير حلوه وكثير طيبه. ايه 100%. اليوم حنعمل كم وصفه. اوكي. بالجوافه اول وحده حنعملها كروستاتا يعني مثل تارت بس هي كلمه ايطاليه كروستاتا. اوكي. حناخذ جوافه حنحط معها سكر حناخذ معها لوز بودره عجينه باف بيستري حنحشيهم كلهم مع بعضهم فبيطلع عنا تارت مثل تارت بالجوافة. هلا اكيد حنحط نحن معها زبدة، اذا ما بتحب الزبدة فيك تحطي مع زبدة اللوز. حلوة هيك الفكرة. ايه اخف بالدهنيات طبعا بالدهن بالاجمال. اكيد كمان اللوز فيه فوائد من كل المكسرات هن الاوميجا وما الاوميجا والى اخره.